حياكم الله مشاهدينا الكرام، وبلش مشوار هاي 100,000. المواقف راح تكون مختلفة، والطريقة اللي راح ندخل بها على الناس راح تكون بسيطة وعفوية. راح نطلب المساعدة من الكل، وراح نتجول بجميع المناطق وندخل كل الشوارع والأزقة ونطلب المساعدة من الكل ونشوف شنو ردود أفعالهم. وبلش مشوار هاي 100,000 بويانا. شلونك هاتي؟ شلون صحتك؟ الله يساعدك اخوي. ممكن اطلب منك طلب؟ صح. تقدر تشتري لي حبيب ابني فلانة؟ من يا حبيبتي؟ نوفيلاك. ليش هو هذا النوفيلاك؟ 13,500. ما عندي 13,500، على بالي 3,000. شكرا. موظف ومتقاعد وما شكرا عمي. قول لي تريد تشتري لي حليب الابني؟ ليش الحليب؟ هو انا اسال ابو الاسواق يقول ب 11، انا كان كل فتره يجيبوا لي عالم يجيبوا لي حليب، بس صار فتره ما جايبه لي. شنو انت ليش يعني؟ كان محتاجه حليب. لا زوجك يعني ما هو عنده هذا حليب؟ تعرف؟ ما في لك بس يقول ب 11. ما يخالف. عمو خبر زحمه صدقني. أنا آسفة يعني. استالبة بابا. أعطيها حليب شو اسمه؟ نوفيلاك. نوفيلاك. يعني أنا ما جوي ناس بس قالوا فلوس، بس أنا ما ردت فلوس يعني. لا لا دي الله لا فلوس ولا حليب يعني كلنا هيك نمر بهالظروف هاي. مك واحد ما يمر. أنا آسفة منك. لا يا معودة أنت مثل بنتي صدق كذي. قل لي سجلات ما عندك قبل 200 ورقة؟ لا والله ما اكتب. ماكو شو اللي قدام؟ اي روح لها. يا رقم عيني. مال 18. مال 18. شان ابو الحصه؟ اثنين. طول. اي هو اثنين. اثنين ايه. كانوا قبل بالحصه ينطون حليب تتذكر؟ احنا ما عندنا. ما عندنا. كان مال ابني ينطينا، انا اقول له انا وين اوديه؟ قابل انا اشرب مال اطفال؟ فشيل هنا نطير اكو خطيه وحده. عمو يعني انا جدا اشكرك. يا بتقولي يا الله وكنتي مثل بنتي بابا ايش فيك؟ هاي شعيب. بعد ايش تردين اختي؟ هاي 100,000. شنو هاي 100,000؟ هاي 100,000. شنو هاي 100,000؟ فد لحظه خلحتك. لا خلحتك. او شو بس ازر 100,000؟ الزمن خلحتك. الاعمال هاي 100,000. انا جمانه محمد من قناه السومريه. وتقول هذا الوجه مو يعني مو غريب انا صح عيوني بيها مي ابيض. أول شيء تلزمها؟ ممكن تلزمها؟ هذا البرنامج هاي 100,000. هذا البرنامج هاي 100,000 طيب للشخص اللي يكون عنده فعلا غيرة عراقية حقيقية. بس أنا وقفت أكثر بالشخص قبلك إنه يكون رفض اليوم يشتري. يعني معقول أنا عندي هيك حاجة؟ أنا بحياتي ما صايرة أصلا أنا كلش فرحت بموقفك هذا. تعرفوا إني أنا قبلك وقفت أكثر من شخص كلهم ما قبله. والله يكثر من أمثالك وشكرا لك. لا بالعكس والله العظيم هاي تكون لك وهاي قليلة بحقك على موقفك. بس هو مسألة نشوف إحنا المواقف اليوم العراقية. أنا أعطيك أكثر داعي الحليب. لا ما محتاج الحليب أنا ما عندي. أنا أشكرك جدا عمو وشكرا جزيلا لك. لا الحمد لله ترى العراق على هذا كرامك. الله يحفظك. ترى العراقيين كلهم يجي أكيد. بس هي الظروف أكيد أكيد, أكيد 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 الاجتماعية. شكرا لك عمو. شكرا لك. شكرا لك. شكرا جزيلا لك. هاي بكيفك ما أنت هي لك. شكرا. شكرا عمو. شكرا أبوي. شكرا عيوني. شكرا لك. بس من رخصتك أختي ممكن أحكي لك موضوع؟
ثاني؟ ممكن احكي لك الموضوع؟ تفضلي حبيبي. تقدرين تشتري لي حليب ابني؟ ايش قد سعره؟ نوفي لك من انا، يعني كان دائما يشتروا لي اياه يجيبوا لي اياه، بس انا فتره ما مشتري لي فما عندي خلصت. الله شاهد علي ابدا اشتري الدوء، يعني الله شاهد علي ابدا اشتري الدوء، يعني صدقيني على المناصب يعني هو كان قلت لك علي دفنوس. حبيبي عفوا ما قلت لك هيك يا قلبي، بس تعذريني الله شاهد. شكرا. عفوا تعذريني والله كلش راحت. سالك عمو، ممكن اطلب منك طلب؟ تقدر تشتري لي من انا بس كيلو مال دجاج؟ والله يا بنتي عالي بالمتاعب، والله يا بنتي عالي بالمتاعب. اي شيء اشتري لي منها تقدر؟ تنطيني اي شيء، دجاج بيض اي شيء، ترى انا مو متسول انا. لا هو بألف بيض. بألف بيض؟ اي. عمو عادي انا حتشتري لي بألف بيض وجبن ابو 500؟ يلا ممكن اكل؟ يصير؟ تقدر؟ اخاف اسوي عليك زحمه. انا اشكرك عمو جدا، بس انا يعني صدقني ما عندي، انا اسفه يعني. اشطك عمو. اعطيها بيض بألف؟ بألف وب 500 جبن. عمو اني ترى صدقني يعني ما محتاجه ما اطلب يعني اني ماكو شيء بنتي انت يعني مثل بنتي يعني انا جيتك لي انا شفتك مثل ابوي وما رحت الباقين يعني. ان شاء الله ربي يوفقك عمو ويطول بعمرك. الله يعني اني اشكرك هوايه. اهلا وسهلا. يعني انا حرشتك وانت خاف اصلا ما شايل؟ لا لا انت جد قاعد تشتري من الاسواق؟ بيش. اخاف ما تكفي فلوسه. اوقف اخاف عمو اخاف ما تكفي فلوسه. كيف عمو الله يعافيك. بس ايش خليك بعد تبل بيض خليك عمو صوص يا زلمه. هاي 100000. لا عمو هاي 100000. لا هاي 100000 او شو الزمها؟ هاي 100000 انا جمال محمد من قناه السومريه الزمها؟ الزم هاي 100000 عمو الزمها ابويا مو داعي. لا عمو هذا هذا البرنامج اسمه هاي 100000 يخص كل شيء خاص عراقي شجاع وشهم وعنده غيره. انه وقفتك اني انه انت شخص كبير وقد والدي فقلت خلي اطلب من عندك هذا الطلب. طلبت هذا الطلب من اكثر من شخص ما حد ما قبل انه اوكي يشتري لي. الله يحفظك. الله يسلمك. انا قد امكاني فيه قلت لك ايش قد كنت شايل انت؟ يعني حدود 20. اذا انت تشتغل؟ خطاط. خطاط خطاط ورسام. خطاط ورسام بعدك تشتغل؟ اي محلي هنا من تطلعين من الراهبات علينا تشتغل هنا. أنا وانت دخلت هنا انا قاعد تشتري اغراض من عنده. زين اول ما شفتني وقلت لك انه انا محتاجه شنو شنو الشعور اللي صار عندك انه مباشره انت وافقت؟ والله بنتي خجلت يعني. والله بنتي خجلت يعني بنيه بهالعمر وحاسبش مثل بنتي حبيبي عمو. فهل اقدر عليه؟ الله يعطيك يعني الصحة والعافية. جبتي لي دجاج وقلت لا مكاني تبيع كانتك انه بيض وجبن. بيض وجبن لو طالبة شيء اخر. عمو ايش قد عمرك انت؟ 72. 72 العمر كله يا ربي، هم مار بهيك مواقف؟ يعني انا يعني هم مار انه شخص محتاج جاي يطلب من عندك وانت وافقت قدمت مساعدة؟ مارين هواية ومنطي بس مو المقادي ذول المتفرسين. نعم اللي ماخذها حاليا مهنة لهم صارت مهنة. نعم. اي وذول هو قاعد بالقهوة وداز بته وابنائي. انت شوف للشخص اللي فعلا محتاج السعادة. بالضبط. زين عمو بعدك لحد الان تشتغل بالخط؟ خطاط بعدك لحد هذا اليوم تشتغل؟ رسام. نعم رسام خطاط بعدك لحد اليوم تمارس هاي المهنة؟ اي لحد الان. ربي يطول بعمرك ويعطيك الصحة والعافية وأنا أشكرك وأشكر موقفك الخير. شكرا لك عمو. ربي رزقك حبيبي عمو. تسلمني. شكرا لك. شكرا لك. شكرا.
الله يساعدك الله يساعدك. ممكن أقوم من الطلب؟ الله يكشف. لا أنا مو أنا مو نصابة حتى الله يكشف. عاد نسألك كروت ترجع لبيتنا. أنا ما أسمع خلي أريد كروت تقدر تعطيني كروت أرجع بيها. ما عندي خلاص. هني يطلع منك. ما عندي. شكرا. للأمين. ها؟ للأمين. مو متى أسأل؟ منين هو أنا صدع؟ عشر العام. عشر العام هناك واقفين سألوا حكايات. أطلع هيك هسه كله؟ لا أطلع هيك. عشر العام. بس هو حتى ضايعني أطلع قدام ما عندي. أستحي يعني شوف تراني أصلا يعني مو نصاب يعني مستحي يعني أنا عليكم يعني. ليش يا عمو؟ كبير عمو انت من عمو الفاني جيتك. شوف هذا عمو. واقعة قد يوصلك للشارع ما ادري ايه تقدر علي حتى اذا اروح نفرات اخاف احرجه وانت ما عندك هاي من خيرات الله وعذرينا ما عندي شنطتي شسيد والله هاي من خيرات الله وعذرينا ما عندي شنطتي شسيد والله اخاف احرجه رحم الله والديك هذا ما هو عندي خاف انت ما عندك اخذها لا روح خاف انت ما عندك صدقني انا منطش يا عمي وعذرين انا لو عندي طش اسيد والله شنو تشتغل والله بالعتيق السكران هاي 100000 لا عمنا هاي 100000 والله هاي 100000 هاي يصير عمي هاي 100000 عمو زمان هاي 100000 لينو مالي يا شباب هاي 100000 انا جمال محمد من قناه السواريه سلم راسك انا ما بحتاج خالي ليه خالف الزمها يا عمو إذنها يا أبوي دقيقة هاي 100000 والديك أنا أشكرك أشكر موقفك اللي أنا من الجد قلت لك أني أنا محتاجة كروة عاد أروح بيتي ساعدتني بالمبلغ اللي تقدر عليه وهاي فلوسك إذنها همينة شنو تشتغل؟ والله باستكراب باستكراب ليش قاعد هنا بالشارع؟ والله بدي أصعد من هنا معاك تصعد هم نفرات يعني تروح عبرية؟ يوميا هذا أنا ما محتاجة والله أبد والله عمو هي عليك إيش قد يومي يطلع؟ والله حسب الحركة إحنا ما مستمرين طبعاً طبعاً لنا بأسبوع يوم إيش قد تحصل من عدها؟ والله هذا يجي من الله 20-15-10 نوم. زين تكفيك هاي 20-15 من أسبوع كامل؟ وقتي مول الحمد لله. الحمد لله وعلى كل حال الحمد لله. ما رب هاي المواقف إنه يجي شخص يطلب من عندك مساعدة ومساعدة أنت؟ والله البشر هذا الله مغول عليها من زينات ما به شيء تسهيل امر سهل امر العالم احنا ايش ما نسهل امر غيرنا الله يسهل عليه بس انه انت شغلك بسيط ويا دوب تطلع بالاسبوع انت قلت لي تحصل بالاسبوع 20-15 ليش شلون قاعد تكفيك حتى انت قاعد تساعد بها الناس والله اختي احنا ساعين والله المعينين يظل يفكر ما يعيش ما نقدر نبوق ولا نقدر نمد يدينا والله اختي احنا ساعين والله المعينين يظل يفكر ما يعيش ما نقدر نفوق ولا نقدر نمد يدينا. متكلين على الله وعلى الرحمة. عمي الله يكثر امثالكم. الله يسلمك. والله يبارك فيكم ان شاء الله. والله ما اعرف شو اقول لك. انسان يجوزك بشر يعني محتاجها يجوز ازيد مني. مين محتاجها ازيد مني؟ اعطيتيها ال 100000 يجوز ما محتاجها. لا انت قاعد تقول انه انت بالاسبوع اطلع 15 طلع بس عايشين يعني ما كاتلنا شيء اكيد الحمد لله الحمد لله على كل حال الحمد لله على كل حال الله يكثر امثالك انا اريد اسالك السؤال شنو هاي السر اللي عندك النفس هاي العزيزه اللي بحيث انه هذا شغلك انت البسيط وربي رزقك مو انه انت قاعد تشتغل بس رغم المبالغ البسيطه اللي قاعد تاخذها انت وتحصلها تجي تساعد الناس ومن انطيك انا المساعده تقول لي روح انطيها لواحد غيري يجوز يعني محتاج. القناعه موجوده الحمد لله. الحمد لله القناعه. الفلوس ترى مو كل شيء. الفلوس تمشي يومك يومين. مو تمشي طول عمرك. حسب الفقير. شايف الضيم يرحم المظلوم. شايف الضيم؟ شايف الضيم.
يرحم المظلوم. هو الفقير دائما يكون فقير المادة، انما فقير يعني الحمد لله انه يكون نفسيته مثل نفسيتك عمو. او واي احنا صادفنا ناس بهاي الرحلة وبهاي الجولة هم كانت عندهم في مواقف كلش حلوة، مواقف يعني خيرة بيها غيرة حقيقية عراقية. طيبين موجودين، طيبين هواي. شكرا جزيلا لك، وربي يوفقك ويرزقك، ونتمنى لك نهار سعيد عمو. شكرا لك. شكرا عمو. الله يساعدك اخوي. انا اسفه قعدتك. اسفه قعدتك. عم ممكن اطلب منك طلب؟ يعني ما اعرف ايش اقول لك، والله خجلانه، يعني بس انا مو نصابه صدقني. اليوم محتاجه فلوس كروه، بس اريد اروح للبيت. ما عندي والله، انا هسه جيت من الشغل ما فتحت الصبح بالله العظيم. هل تقدر عليه؟ ما اقدر والله، على ما هسه توني فتحت فصاله. شوف المحلات هون يمك، استحي ادخل لهم. هاي محلات سليم ما يخالف. سليم عمو، عمو ترى يعني انا مو نصاب ولا بالله العظيم ما جوي حتى اسال المحلات. هذا المحل سليم، هذا المحل انا جيت على مودك انت، يعني والله هذا المحل، والله ما هذا المحل مفتح، هذا مفتح. ما راح تقدر تساعدني حتى لو باي مبلغ؟ ما تقدر تساعدني باي مبلغ؟ ما راح تقدر تساعدني باي مبلغ؟ لا والله ما اقدر، يعني انا شغلي مو هسه فتحت قبل نص ساعه ونايم. هذا بالمحل السعودي. شكرا. الله يساعدك عمو. لو احول دقيقه الله. عمو ممكن اطلب من عندك طلب؟ يقولي بس اقدر اروح لبيتنا، اي كروه مطيره حتى اقدر اروح. عبريني ما عجب والله. وين بيكم؟ عمو خاب زاحمتك. لا يا بي فدوى رحت لك والله. والعباس فدوى رحت لك بوي. لا يا بي فدوى رحت لك والله. والعباس فدوى رحت لك بوي. ما اعرف شو بدي. وين بيتكم بس؟ انا حتى خجلانه اني وقفتك. لا يا بي فدوى رحت لك بوي. انا بالشعبية ارجع للبيت. لا عمو لا، هو حرمت. شفت من هنا اي احد؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. اطلع من هنا هسه كله قبل؟ من هنا كله قبل. ايه الشارع العام قراج المشتد. وين قراج المشتد؟ انا مو عندي، يعني شلون ما اعرف. وسط جواز الخبين. انا يعني اكل صدي. والله العظيم صدي. غطي وجهك. لا عمو عادي، مو انا غطي يعني عادي ما مستحيه. صدي زين. شلون راح اصعد؟ صعد. لا اقف عمو. اي عمو اخاف ازاحم. لا ابوي فدوى رحت لك انا. تعال يا ابوي تعال. ليش هيجي؟ اي عمو شو تنتظر دقيقة؟ بس دقيقة بس دقيقة وقف له. انت عمو شنو تشتغل؟ بالكرتون. بالكرتون؟ هاي متلف. وي شوف 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 ايش شوف هناك. شوف وناني. ما اعرف ايش اقول لك، يعني انا قهرتني عمو. ايش قهرتني؟ لا والله العظيم يعني ما اعرف ايش اقول لك. قهرتني. اوقف لحظه وقفوا. يعني صراحه ما يعني صراحه ما عندك ما عندي. يعني اشوف انا موقف مثل مره، يعني اعتبرها مثل بنتي، اعتبرها مثل اختي. ف انا ما اعرف شو اقول لك، اذيتني قهرتني. هاي الاذيه النفس اللي عندك والليت والشهامه وغيره من وقفتك وانت صاعد بهاي العربه. انت بذاك خلنا نسولف شيء. قبل شهر عندي 2000 دينار ساحب. ايش بتساحب 11؟ ايش لقيت؟ يوم قرج معقوبه. ايش لقيت؟ جنطة مال ميديا مال بيت تليفونه بمليون ونص و7 ملايين. خابر علي رجعت لي المويه. رجعت الله. والله العظيم. عمو انت شنو تشتغل؟ بالكرتون. بالكرتون؟ اي والله. عمو انت شنو دا اشوفك يعني؟ انا بحي ارهاب. ها؟ بحي ارهاب. ايد بتر؟ اي والله ورجل بتر. ايد بتر؟ ورجل بتر ورجل بتر. اي. واصابعك؟ اي اصابعي. يعني. سوى زين؟ والله ما اعرف. والله العظيم القرآن. انا شوي عيوني توجعني. انا شوي عيوني توجعني.
بس انا حقيقة يعني ضجت لو شايف فلوس. لا مو بالعكس، يعني انت ما شفت فزعتك من قلت لك انه انا اقدر اروح للبيت، ما شفت فزعتك يعني. يكفي انه انت حتى مو مطيني فلوس رغم هذا وضعك وحالتك صعبه ووضعك الصحي، وانه انت تشتغل بالكرتون وكانت فزعتك الي يعني. انا قلت فشي جنن. طيب ايش اسوي؟ اوصل للمشتل عندي جماعتي اخذ منهم 5000 وصعدت للشعب. حبيبي عمو. اي والله العظيم. حبيبي ربي رزقك. ليش قلت لك انا؟ ربي رزقك. الحمد لله. من ايش وقت طالع؟ والله شلون طلعت؟ اسك طلعت؟ اي والله. اسك راح ترجع؟ لا ما ارجع. ها اذكر ما شاء الله. لا تعرف شنو؟ اي. احب ما احب قعدة البيت. عسكري كنت انت؟ لا. لا. اشتغل عمالة وانضربت. تشتغل عمالة وانضربت. إيه؟ يعني هسه انت حاليا مثل للغيرة، للشجاعة، للإنسانية. ان شاء الله. ما يعني حتى الكلام قليل، كل شيء نحكي قليل بحقك. الله يكثر من امثالك واجعلها بميزان حسناتك انه انت بهذا الظروف. هاي فلوس الكرمه اعطتني اياها. لا ابد والله. ابد والله. ابد والله. كان مرض الكريم الا البخيل. لا مو قصه شيء اسمه امثالك، ربي رزقك ابوي انت. الله يحفظك. هسه راح تكمل انت الطريق؟ اي راح تكمل الطريق. ابو منو حضرتك؟ انا ابو علي. ابو علي توصلني وياك؟ اي يلا خلينا نطلع وياك. يلا ابو علي. ابو علي ما حزاحمك. لا 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 والله قاعده حلوه هناك. ها قاعده حلوه. هاي 100,000 اي من قناه السومريه. يعني جمال محمد من قناه السومريه. اهلا وسهلا. وبيك اكثر عمو حبيبي. وهاي 100,000 قليله مقابل موقفك اللي انت سويته وياي. لا تفرح اشتغل 100,000 اي عشان تقول شو سويت؟ ما تردين المحلاوي ايه؟ تشتغل معاه بسجحات مال عيد. راح تشترون يوم. يلا ألف عافية. الله يعافيك. ألف عافية. ألف. ها؟ مجهد. الله يساعدك اخويا. ممكن اطلب منك والله طلب؟ والله انا عامل ولا فلوس هذا. والله. ساعد ايش يسوي ساعد؟ ايش؟ ابغى اعطيك فلوس. انا ما اخذ فلوس. اخذ فلوس سوقي لان ما ابي اوقف. ما اخذ فلوس. ليش سوقي؟ لا انا اشكرك بس ما اخذ. صدقني انا بس لما محتاجه والظرف اللي خلاني يعني اطلب هذا الطلب انا ما اسمع. شو تريد انت؟ انت تقدر علي. امامك يا. تقدر علي. قلبي. أنا راح أزحمك كلش. لا لا. كيلوان خيار، كيلوان طماطة، صح. كيلوان باذنجان، وكيلوان بوتيت، إيش يسوون؟ لا تسلم. كيلوان طماطم. كيلوان خيار. أربعة. كيلوان باذنجان. ستة. كيلوان بوتيت. ما أنا. عم خاطر وايد على الخايف. لا لا. تفضل أخوي. خليه عمو. نعم. أنا جاهزة. كل أسفل من الجرس. ما رح شغله. تفاح بيت. تفاح. ويا من 2000 تفاح. مو تفاح في موز كيف؟ ليش؟ وراي. موجود. هاي مكلف. شنو هاي؟ هاي مكلف. عم يدعم عليك السالفة. بس دقيقة هاي مكلف الزمها وشي. تكون عقلي هيك الزمها اول شيء الزمها بس الفلوس مال المسواق رجعت لي الزم يتلف يا معود اقول غيره. انا جوانا محمد من قناه السومريه. اشرف بيكم. الشرف. اول شيء الزم يتلف داك ترى مو محتاج. لا ما يخالف والله العظيم مو محتاج. خذها لك لك تنطيها لاحد محتاج انطيها. ممكن تاخذها اول شيء. انا اشكرك واشكر موقفك
لا بالعكس ترى عراقيين، ترى عراقيين وصلنا صحيح ثابت مو حي الله يعني. الله يحفظك. يعني اهل الكرم ترى هاي طبيعيه جدا السالفه. انا قبلك وقفت بس ما قبلك. ها بالعكس. الفلوس مال مسواق. ايوه مسواق. عمو ما رب هيك مواقف انت؟ انا هواية شايف وعايف مساعد مباشرة. وانا من الرمادي بالاساس. من الرمادي. اي نعم. يا هلا ومية هنا ساكن انت؟ لا والله مو ساكن بس عندي شغلة هنا جيت. ها مريت. اي والله. ما رب هيك مواقف انت مرات من اكو هواية والله شغلات في سبيل الله. مساعد انت. الحمد لله فضل من الله. زين انت من شفتني واني طلبت من عندك اني اريد اتسوق، تمام؟ مبين على شكلك مو يعني لعبية. يعني إيه يعني فد مشهد حلو كلش حلو. سبيل أيه. معروف بعد موجود الحمد لله. لا الحمد لله فضل من الله. الحمد لله. هاي فضل من الله. بس يعني. الله أن يقدرنا على فعل الزين. إن شاء الله. إحنا دائما نحب إنه يعني نخلي هاي الفكرة العراقيين واحد يحب يساعد الثاني. إن شاء الله. دائما. كلنا عراقيين، عراقي موحد، ترى ماكو فريق. بين الجنوب والوسط والشمال الله. احنا اهم شيء الدين لازمنا. ها هي شو تقول للناس المرات تجيهم وما يساعدون؟ لا ضروري اذا هو عنده قابليه ويساعد فيعني ماكو احسن من زينه. ماكو احسن من زينه. عد الله وعد احنا بشهر رمضان راح نجي يعني طبيعيه جدا ان شاء الله. يا هلا ما اقول لك انا فرحانه بهيك. بالعكس لا أنا ماكو أحسن من الطيبة، ماكو أحسن من الطيبة، طيبة ماكو أحسن من الطيبة، عند الله موجودة، لأن الله هو اللي جازي ترى مو واحد. بس أنت شلون أخذت لي سوقت لي كل شيء كين وين كيل وين كيل وين، حتى فواكه. لو شوية كان هم كملت. أنت شفت الشغل؟ أنا لا والله مو بالشغل، كان عندي شغل وجيت. أي والله. هاي وياك؟ هاي زوجتي. اهلا وسهلا. بس كانت مباراية ما عرفت الموقف اللي صار انا من حجي ابو منو؟ ابو مصطفى. ما عرفت الموقف اللي صار بيني وبين مصطفى؟ انا مشيت فتت من يومكم قلت يعني كنت على بالي مساعدة يعني. يعني ابو الوقفات الطيبة. اي ابو وقفات الحلوة. انا بس اقول لك انه انت ما اخذت ليش فعلا رجل غيور صاحب غيرة حقيقية. فضل الله. كل التوفيق يا رب. الله يبارك فيك. ممنونة. الله يكثر من امثالك وربي يسعدكم ويرزقكم. تخلى من الزين ترى اكيد. أيوة. احنا هذا اللي حابين ولو هذا اللي حابين وصله. شكرا لك عمو. الله يكثر من امثالك. الله انا على راسي. يسلم راسك. تدللون. يسلم راسك. يا طيب. تاكسي هاي تاكسي ايش بعد؟ اخاف من كروته، اخاف اقل هي كروته. لا اخذي اخذي ايش السالفه؟ خذها الزهه 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 انت اثنين تكون زهه دقيقه الزهه الزهه انا اقول لك هاي 100,000 الزهه مو زهه بس الزم دقيقه مالي حجلتني شنو؟ مقامتين مقامتك؟ بس الزهه خلينا نحكي بعدين نتفق عليها. الله يزيدك ان شاء الله. انت هنا وقدامك خليها يمك تعطيها لاي فقير انت تريد تتبرع بيه. طيب فقير اللي انت تشوفه محتاج فعلا الزمها اول شيء. انت شنو شغلك هذا من بس مش الشغل؟ زين ليش انطيتني وش انطيتني 10 وراها والله هضمت يمكن انطاني هم 10 وراها طلعت لي 5 يجن واحد انا نعرف ما عندي ولا عندي. زين ما شفتني شنو قلت يعني اول ما شفتني شنو قلت فعلا انه هي محتاجه لون الصامت؟ لا والله قلت لها محتاجه وجزء ما عدا كرو وجزء انا واقع له هاي
شنو ناوي تنطي ناس؟ أنا محمد من السامري عرفتني؟ وعلى راسه من شرطي عادي. مو بس أنت مرات العالم ما عنده طعام يعني يجوك ناس محتاجين دائما إيه يعني مثلا أبي علم نص ما شايله بدي أنطي وإذا واحد يقول ما عندي محتاجه لا أنطي عادي. تنطي الله يزيدك يا رب وتشوفك ماشي إن شاء الله. لا الحمد لله. الحمد لله. أنا جدا أشكرك على موقفك. الشهد الشجاع البعض في 6 خجلتوني والله بحق أول ما قلت لكم قلتوني هاش والله مشبناش أضمتينا مبلغ أكثر من الكروة اللي أنا بحق لكم ولي ما أرد هذا المبلغ لا أضمتينا كلش والله العظيم الله يوفقك ورحمة الله وربي رزقك ومشكورة وأني أشكرك جدا مشكورة شكرا لك الله يسعدك تقدر توديني بتقاطع الحبيبية وبس المشكلة أنا فلوسي ضيعتها إن فلوسي أنا ضيعتها حبيبية ها الحبيبية كنت ضيعتها كلام شرف يعني شنو كلام شرف أنا أجعل يعني أنا دا أقول لك أنا مضيعة فلوسي احنا هواي سعدنا وياه هيجي يقول ضيع فلوسي بتروح تضحك الباب بوجي وتروح اسد الباب شو سوي؟ باب بوجي ضحك بوجي وتروح على اساس اضحك عليك؟ هي مو انتي يعني سعدنا وياه هيجي يعطي تصرفات بس انا فلوسي مضيعت قولي والله يعني انت اذا اقول لك انا فلوسي مضيعت ليش تحلف يعني انا اقدر اخلي روح بهذا الموقف؟ شلون اخلي روح بهذا الموقف؟ يعني تراني بيت ناس بس المشكلة إن فلوسي ضيعتها يعني أنا مو مدى مثلاً يعني مدى مو من هاي المتسولين أو كذا. قولي والله. يعني طبعاً والله أنا فعلاً يعني مو هاي شغلتي. أصعد؟ بس وايد يعني صعد واحد وياي يعني. ها؟ نزل قرها فلوسي مات. مو ألبس أنا والله. أنا دا أقصدها يعني هي شيء الله إنه واحد يوم وقفه بدي يقول لك. أصعد؟ سعدي معاك قولي الله أكيد؟ أخاف مزاحمك لا معاك والله أكيد؟ طيب هاك هاي 100,000 إلزم هاي 100,000 إلزم هاي 100,000 على موقفك هسه اللي سويته وياي ببداية أنت كنت متردد موقفك كان يعني حلو أنت كنت متخوف من القصص اللي تصير وياكم هي حقهم فأنا أشكرك على هذا موقفك موقفك كان وياي كل الشجاع وشكرا لك بس ليش انت متخوف؟ يعني وايد يسعد ليش تسعدني يا عالم يعني هواي يعني اسعدني اكثر من اكثر من واحد يصعد بعدين اللي ينزل يقول مثلا بس شنو يا مالك؟ هاي قلت لك على مود موقفك انه انا وقفتك وانا طبعا جوانا محمد من قناه السومريه وقفتك فقعدت اشوف شنو راح يكون موقفك وياي؟ ما عاد شنو هواي انا بس وايد احكي صراحه اول بس انت مر عليك هيك الموضوع انه شخص يوقفك وتاخذه عادي وتوصل مكان هو ببلاش انه ما عنده شوي الله يسلمك كل شوي والله شكرا لك يعطيك العافيه لا بالعكس شكرا لك شكرا شكرا لا ابد هاي من انا جوانه قلت لك انا جوانه محمد من قناه السومريه هاي تكون لك بسبب موقفك اللي انت سويته وياي شكرا لك شكرا شكرا الله يجزاك الطيب العراقي الله على كرمه الله على المواقف الحلوة اللي دنمر بيها اليوم طلبنا المساعدة من الكل وكانت ردود أفعالهم كلها طيب وكرم ونخوة وشجاعة وهذا الشيء مجرب ومعروف بين كل أهلنا وناسنا من الشمال للجنوب لهنا وانتهى مشوارنا من برنامج هاي 100,000 انتظرونا غدا بحلقة جديدة وبمشوار جديد إلى اللقاء